مفيش انسان بيتغير. وقالوا الوش والمسقط تملي عمرها صير. وما دامت طبع كالعادة تملي بيغلب الطبيعة. هتفرق تربية زيادة في واحد بالجينة هيصيع. أنا صايع على الفطرة انتي ولدي يا كتير. وكل ما أقول أكيد فطرة ألاقي العمر بيعدي. ولسه الصربة حاجي في ولسه السنكة حدامي. ولسه ببصها بسيمة وبتحكى أقول لها تنمي. صيدي متعادة مدام قاري الكلام قاري. وما فيش غيرك في أفكاري. هتفضل كل أشعاري. ما فيش غيرك بنات فيهم. أنا صايع على الفطرة ولد كيفي ولد يكفي. اللي ما أقول أكيد فطرة ألاقي العمر بيعدي. ولسه السربة حاجفي. ولسه السنكة حفتني. ولسه ببصها بسيمة وتتحكى قلتها تهدي. أنا صايع على الفطرة ولا كيفي ولا بيدي. وكل ما أقول أكيد فطرة بلاقي العمر بيعدي. ولسه حلوة قوي. مين اللي كتبها؟ كاتبها مصطفى ابراهيم. كانت في ديوان ويسترن يونيون شارع الهرم. الله مصطفى بحبه جدا من الشعراء. عايز اقول ان الكلام بصراحه بجد كلام صايع. اللحن اصيع واداء بصراحه فظيع. شغل صايعين.